وفي التعاون بين الجزائر وإيطاليا، اتفق البلدين أمس السبت على توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتعزيز علاقات تعاونهما الوثيق في شتى المجالات والقطاعات من أجل مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. أمل رشيد تفصل. توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مع نظيره الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا لتشمل أعضاء وفدي البلدين، كما جاء موضحا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الإيطالي عن تطابق الرؤى بين البلدين حول كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هذه العلاقات قوية وسوف تتوطد أكثر في المستقبل القريب، معربا عن تفاؤله في الاجتماع المقبل للجنة العليا بين البلدين بنتائج إيجابية. وكشف الرئيس تبون أنه تطرق أيضا مع نظيره الإيطالي إلى المسائل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى تطابق الرؤى بالأخص حول الملف الليبي. اتفقنا على كل شيء، فيه تطابق وجهة النظر في التعاون الاقتصادي، بالأخص أن إيطاليا معروفة باقتصاد تكون أساسا من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، وهذا ما نصب إليه نحن في الجزائر كذلك، وهذا ما يجعلنا متفائلين عند اجتماع اللجنة العليا للبلدين أن نخرج بنتائج إيجابية وحقيقية وميدانية فيما يخص تعزيز الصناعة الجزائرية بالأخص المؤسسات صغيرة ومتوسطة. من جانبه أكد الرئيس ماتاريلا أن العلاقات الجزائرية الإيطالية متينة واستراتيجية، مشيرا إلى أننا نعمل في منح تعزيزها وتمتينها أكثر، مضيفا أن البلدين يودان توسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل مجالات وقطاعات أخرى غير القطاعات التقليدية التي نتعاون فيها. بالمناسبة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات في مجالات التربية والعدالة وحماية التراث الثقافي بين الجزائر وإيطاليا لتمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة بما يعود بالمنفعة على الشعبين، إذ يتعلق الأمر باتفاق لفتح مدرسة دولية إيطالية في الجزائر، وقعه عن جانب الجزائر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة، وعن الجانب الإيطالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية لوجي دي مايو. وتم التوقيع في الأخير اتفاق إطار بين المدرسة الوطنية العليا لحماية التراث الثقافي وترميمه بتيبازا والمعهد المركزي لترميم بيروما على التوالي، مدير المدرسة الوطنية العليا لحماية التراث الثقافي وترميمه محمد الشريف حمزة، ومديرة المعهد المركزي للترميم اسكندرا مارينو.